دروس لله الكرام، ربنا زدنا علما نافعا واصلح حالنا بما تحب وترضى وتبارك، امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورضوان ولا عدوان. الان ان شاء الله تعالى نحاول المقاربه الجديه المباركه لايه واحده من سوره هود عليه السلام، وهي آية 17. أفمن كان على بينة، وأنا قصدت الآية دي باش نبين سفاهة الذين يدعون الإسلام ظلما وعدوانا. ثم دائما منذ أن ظهر بنو إسرائيل والنصارى، دائما ثم قلة مؤمنة بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين. هؤلاء مأهلين يقبلكم أنتم يا من تدعون الإسلام باطل، وخاصة الكرب اللي يعانيه في الحروب بلا حساب، وهذا يحبكم ربي ياسر يا كرب، كما قال بنو إسرائيل نحن أبناء الله وأحباؤه، وأنتم ربما فتوهم بلاد عم ولكن فايتينهم في الحمق والدموية والكذب على الله، وتشاطوا في عدل الله وتشاطوا في قانون الله. قال اللوج ما عندناش نظرية، ما عندناش كما تقول حلال لنا نعلم بين ذكر الأنثى في الإرث، يسوي تساعد الظالمين اللي ما يحيوش قلال الحياة فرانتكم، والله يبرقيهم عليكم إلا قلة الحياة، لا تربية لكم، برقيهم يا جمشي ربي حتى يربي روحه، وكان جاء ربه روحه راهو سلم وراهو شد دويرته وبعد روحه على الطمع في الشهرة. يا سيد الأسياد يا مسود السعد، ونعود إن شاء الله للآية دي، هذه آية مش نتأكد عليها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله.